بحال اليوم ما كنظنش على اننا كنا اضعف ولكننا نستاهلوا الهزيمه. فاللي قدمناه هو اللي نقدموه هو اللي يمكن لينا نقدموه اكثر من هذا المستوى. كنظن رحنا المغرب تطواني سميدنا، حنا ماشي فريق اللي كبير كبير بزاف ولكننا كبار كبار بزاف. ما فهمتش علاش بعض السؤالات مع خطره كيطرحوا على الاداء وعلى سميتو، ما كنظنش، لان اولا اما حنا عندنا مستوى عالي والنقد يكون في هذا الاتجاه، ولا حنا فريق ضعيف. انت ولا لا دابا هنا بعض السؤالات كيبينوا واش حنا مره نكونوا فريق قوي مره فريق ضعيف. ما كنظنش، لان الاسلوب ديالنا اليوم كنظن كون كان اللاعبين اللي مسؤولين على التهديف كون كان سجلوا ما كانش يكون عندنا مشكل. والمقابلات كلهم كاع اللي انهزمنا فيهم في البطوله ما عمر شي خصم كان قوى منا.